الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوعين دارين نعلق عليهم لأنها مواضيع شغلت الساحة السودانية بالذات في هذه الأيام. الموضوع الأول هو موضوع البنات الشيوعيات، أجابوهم في برنامج اسمه شباب توك، وهذا البرنامج يا جماعة يتناول عدة محاور في شكل بتاع نقاش وضحك وفكاهة وتصفيق ورقيص وغنى ونطيط. والموضوع هو ما موضوع غنى ونطيط ورقيص وبنات كاسيات عاريات فقط. الموضوع انه نازل داريه دي ثوابت من ثوابت الدين. فمن المواضيع اللي تناولوها من خلال الجوطة الصوادي، الموضوع الاول فصل الدين عن الدولة، وجايب له واحد سوري اظنه او فلسطيني ما بعرفه وما يهمنا كثير، اسمه جعفر عبد الكريم، بالتعاون قال مع قناة سودانية 24. ولما لو مجموعة من البنات، بنات عاريات كاسيات كما جاء في الحديث، ومتفلتات ومتنكرات للدين الإسلامي. فأول نقطة نتناولها قالوا دارين نفصل الدين عن الدولة، وده في الإسلام لا يمكن، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بالدين، كلما هلك نبي خلفه آخر. وعندنا القرآن الكريم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم به ويحكم في الأرض، ما زي الإنجيل المحرف أو التوراة أو الزبور المحرفات، ذلك حرفوا وبدلوا وغيروا، ثم جاء القرآن فنسخ جميع الكتب السابقة، يعني حتى لو كانت صحيحة، فرضنا جدلا إنها كانت صحيحة وما حرفت، القرآن جنسخ كله، ربنا قال ومهيمنا عليه، فنسخ جميع الكتب التي نزلت من الله سبحانه وتعالى قبل القرآن، ربنا قال القرآن ده هيمن عليها كلها. ده واحد. اثنين يا جماعة، ديننا شامل وكامل لأمور الحكم والسياسة الشرعية الصحيحة. نحن بنقول السياسة، بنقصد السياسة التي ساس بها رسول الله، وساس بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. السياسة الشرعية الصحيحة، ده اللي بنقصده نحن. فالقرآن ما فرط في شيء، وكذلك السنة، ربنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فنحن ما محتاجين للدعوة بتاعت هؤلاء. وأنا دار أناقشهم بعد ما ذكرت بعض الأدلة، دار أناقشهم بالعقل وبالمنطق بتاعهم هم. الناس زي اللي قالوا البرنامج ده كله قايم على أساس الحريات، جابوا بنات قالوا نحن دايرين حرية ومقلعات الحجاب ومقلعات وكذا، قالوا الأشي الشرعي، وقالوا دائرات الحرية. طيب الحرية لكم ولا للجميع؟ اسمع للنقاش ده بالراحة كده. الحرية لكم انتوا يا شيوعيين براكم ولا لينا كلنا؟ قالوا لا، حرية للجميع. طيب يعني نحن معاكم برضو أحرار؟ أي طيب، مش نحن أحرار؟ نحن دايرين حجاب، ما أحرار، دايرين حجاب، المرأة تتحجب، نحن مش أحرار، ما دايرين كلامكم ده، كلامكم ده بناقض حريتنا. نحن حريتنا بترى إنه حريتكم ليكم حسب منطقكم، أنا بناقشه. أما نحن أحرار نسوي الدايرين، نحن دايرين القرآن، وإنتوا دايرين ماركس ولينين وستالين وإنجلس، نحن أحرار صح، هاي دايرين القرآن والسنة، نحكمهم في نفسنا. منطق ولا منطق؟ منطق. وإلا هم متناقضين،
هم قالوا احنا دايرين الحرية. اها طيب حريتكم شنو؟ قالوا داير نفرض قانون انه البت اقل من 18 سنة ما تتزوج. دي حرية؟ هل دي حرية؟ انت دار تفرض قانون بالرجالة انه البيت اقل من 18 سنة ما تتزوج، وقاعدين يقولوا لازم يطبق هذا القانون 18 سنة. دي حرية ولا ما حرية؟ دي ما حرية، ده الزام لحريتنا. نحن دايرنا متى ما رأينا انه بيتنا تتزوج تتزوج، لانه نحن احرار دايرين الحرية. صحيح ولا ما صحيح؟ شوف اي زول يدعو الى دعوة باطلة بتلقاه هو متناقض، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه در تعارض العقل والنقل. بس بالحرية حقتكم، قالوا بالحرية حقتهم دايرين المرأة تساوي الرجال. طيب الحرية لكم ولا لينا؟ قالوا انتوا برضو نحن معاكم احرار. اي احرار، نحن حريتنا دايرين المرأة ما تساوي الراجل. احرار نحن، ليه تقولوا كده يا بندقون؟ نحن احرار، نحن دايرين الحرية. والله ما تتفكوا من الكلام ده ليوم الغيامة، ليوم الغيامة. إذا دارنا نناقشكم بالعقل وبمنطقكم ذاته الباطل، لأنكم ما فاهمين الكلام اللي بتقولوه، اللي بتقولوه ما فاهمينه، مملينكم ليه بس؟ أعداء الإسلام. وحدا قالوا شنو؟ النقطة الثانية قالوا قالوا ليه السودان ما وقع في اتفاقية سيداو؟ إحنا أول حاجة بنشكر السودان وحكومة السودان إنها ما وقعت في هذه الاتفاقية، ونسأل الله عز وجل يصلحها ويصلح بها البلاد والعباد ويحفظها. مش ما وقعت في اتفاقية سيداو؟ أحرار. الحكومة ما عندهم الحرية برضه، أحرار. يبقوا يا شيوعيين ما من حقكم تقولوا الحرية وتقولوا ليه الحكومة ما وقعت في اتفاقية سيداو، لأنه الحكومة أحرار. أحرار دارين حرية؟ حريتهم انه ما يوقعوا، حريتهم انه ما يوقعوا، حريتهم انه يشرطوها ذات. حريه ولا ما حريه؟ حريه. ده بس نغاج بالمنطق في كل النقاط اللي ذكروها البنات. وانا بس اغرب واحد جاي من وين ما بعرفه، قول لهم ايش وايش بدك، ولما لو بنات ما بيخجلا. واحده قالت انا اغتصبوني وجات وقفت قدام الكاميرا. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. بنت زي دي وسودانية وعندها أبو وأم يعينوا لها قاعدة تسوي كده؟ تمام. ده خلي كده الدين، حنجي نتكلم عن النصوص من الكتاب والسنة من الدين. يا جماعة الرجالة ساكت، رجالة لو بنت اغتصبوها مش المفروض تستر وتستر نفسها؟ الله سترها، المفروض هي تستر، مش تطلع تقول انا شوفوني صور صور انا اغتصبوني. حسد عندها فهم كده بس بالراحه كده. طيب بعد ذاك انا بجيك انت بقى في النهايه كده، هسه الليله الساعه دي ما ساعتك. طيب بعد ذاك قالوا سيداو، سيداو دي اتفاقيه حتى الحصين والقرود والحيوانات ما بيقروا الاتفاقيه دي لو ركبوا لهم عقل ودوهم قلم قال لهم وقع ما بوقع. اتفاقيه فيها شنو؟ اتفاقيه فيها زواج المثلين. انت راجل تيجي تقدم لراجل، تدق الباب، انا جيت اطلب يد بنتكم او ولدكم، فلان ابن فلان محجوب، زواج شرعي. شرعي وين؟ ده يتزوج الرجل الاتفاقيه السيداوي. زواج الرجل من الرجل، تجيب شيلة تديها للراجل عشان تعرسه. ديل الوسخين ديل، ها شيوعيات ديل دار يجوزوا لنا الكلام ده، ومعاهم واحد بليد جايبينه من برا السودان جاي يجوز لنا الكلام ده. وفي النهاية الكلام ده كله طبق دايرين يطبقوا حاجة جايبينها من وين؟ جايبينها من الكتاب ده. شفت البرنامج بتاع شباب هضوق ده ولا شباب توك ده ولا شنو ده؟ ده خلاصة الكتاب ده. كتاب ده شنو؟ الكتاب ده اسمه البيان الشيوعي، اسمه المنافستو. ده الكتاب ذاته بيضنينه، هو ده الكتاب. ألفوا ماركس وإنجلس ولينين، الثلاثة جمعوا في مؤلفاتهم. ده خلاصة البرنامج. مش قالوا دايرين إنه ما دايرين زواج،
وقالوا ليه يعرسوها صغيرة وعاملين لغامة واحدة كبيرة. قال لا يعرسوك صغيرة وكبيرة ولدت كمان عندها أولاد. وقالت والله راجلي طلقني وشال من الأولاد. طيب تكون طفلة كيف وعندها أولاد؟ شو الناس المستهبلين كيف. المهم الخلاصة الناس اللي نمرة واحد داير يدمروا الأسرة المسلمة. ما دايرين أسرة، دايرين الزنا ينتشر ما يكون في أسرة. والكلام ده جابوه من هنا، صفحة من بيان الحزب الشيوعي، الصفحة رقم 37. الصفحة رقم 37. طيب قال في الصفحة رقم 36 قبليها وانت ماشي ل 37 ل 39 الشيوعيين يقولوا هدم العائلة. هدم شنو؟ العائلة. ما دارين عوائل. رجل مسلم يمشي يتزوج بنت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده ما داير انه دي أول حاجة. هدم العائلة. أها. حتى إذا اشتد الراديكاليين تطرفا، كلام ركيك، تطرفا تسخطهم نية الشيوعيين هذه الفاضحة المرزولة. ولكن على أي قاعدة ترتكز العائلة البرجوازية؟ طبعا بدو الغاب كده عشان يدمروها. العائلة في الوقت الحاضر إنها ترتكز على الرأسمال والربح الفردي وهي بكامل كيانها وتمام بنيانها، وليست موجودة إلا عند البرجوازية، ولكن تتمتها هي الإلغاء القسري للعائلة. جماعة ده دارين لغشنا جماعة؟ العائلة إلغاء قسري بالرجالة. ما دارين أي عائلة، أبو وأم ويتزوجوا ويكونوا بيت ما شاء الله، بيت وأولاد وزرية ويربوا على الإسلام وعلى القرآن وعلى السنة. شيوعي ما دارين الكلام. قال هي الإلغاء القسري للعائلة بالنسبة للبرتاري، ثم الإلغاء العلني. إن العائلة البرجوازية تضمحل طبعا بإضمحلال تتمتها هذه، وكلتاهما العائلة البرجوازية وتتمتها تتلايشان بتلاشي الرأسمال. أتأخذون علينا أننا نريد القضاء على استثمار الأبناء من قبل أهليهم وذويهم؟ قال أنتم بتاخذوا علينا نحن كشيوعيين إن دار ننهي مسألة الأبناء دي والاستثمار ده يعني تربية الأبناء. قال أنتم بتنهون كشيوعيين نحن إننا دايرين ننهي موضوع الأبناء. إن كان ذلك فنحن نعترف بهذه الجريمة. إن كان ذلك إنكم بتتهموا الشيوعيين إنهم دايرين يلغوا موضوع الأبناء وموضوع العائلة. قال إن كان ذلك فنحن نعترف بهذه الجريمة. ده للشيوعيين. أمشي قدام. قال وأشد ما يضحكنا هذا الذعر فوق الأخلاق. أسمع الكلام ده كويس. الذي توحيه البرجوازيين إشاعة النساء الرسمية التي يزعمون أن الشيوعيين يدعون إليها. ليست بالشيوعيين حاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فهي تقريبا كانت دائما موجودة. إشاعة النساء شيوعيين قالوا إحنا ما عندنا حاجة نلغيها، لأنه أصلا دائما عندنا شنو؟ موجودة إشاعة النساء. يعني شنو؟ يهو البرنامج ده الزنا حلال. زي ما سألوا رئيس من رؤساء الحزب الشيوعي السوداني في الجريدة بتاعت ألوان، قالوا لا رأيك شنو في إقامة الحدود؟ قالت إقامة الحدود لا تنطبق على المرأة إذا كانت جائعة، فإذا زنت المرأة لأنها جائعة فلا لوم عليها طالما أنها زنت لتأكل هي وتطعم أطفالها. فالشيوعيين عندهم الزنا حلال، والزنا يهو إشاعة النساء ده ذاته. يعني ما في حاجة اسمه تتزوج وتعمل عائلة زي ما قال لك قبل شوية وتعمل أبناء. ده كله دارين يلغوا الشيوعيين، مش دارين يلغوا الزواج بس، دارين يلغوا الإله، يلغوا ربنا. ده الشيوعيين. اسمع الكلام ده كويس. قال في الصفحة البعدية، الصفحة رقم 39، قال ولم يكن ظهور الأفكار القائلة بحرية المعتقد والحرية الدينية إلا إذانا بسيطرة المزاحمة الحرة في ميدان العقائد. أما الشيوعية فهي تلغي الحقائق الأبدية
تلقي الأديان والأخلاق عوضاً عن تجديدهما، فهي تناقض إذن كل تطور التاريخ السابق. قال لك الشيوعية تلغي الأديان وتلغي الأخلاق، لا يبقى لا عندك دين ولا عندك شنو أخلاق. عشان كده الودة ذات الودة جابوه ده السوري ولا الفلسطيني ولا شنو ده، قال في ضمن كلامه قال الدين بيلعب دور يعني في كبت حرية المرأة، قال لا أريد دين معين، ده في البرنامج بتاع شباب هضبط ذات، قال لا أريد دين معين، ما داير دين معين. وده كفر ولا ما كفر يا جماعة؟ كفر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وربنا ألزمنا إلزام، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وربنا قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالولد الصعلوق ده الشيوعي قال ما دارين دين ولا يدين. فأول حاجة ما في حاجة اسمها أديان، دي ذات شبهة، ما في حاجة اسمها أديان، أديان متعددة وكم دين، والأديان السماوية المصطلح ده باطل ذاته، الدين واحد وهو الإسلام، لأن ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، فما في دين غيره. وكل الأنبياء دين واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالبرنامج ده كله من الكتاب ده تطبيق لثلاثة صفحات من كتاب بيان الحزب الشيوعي أو بيسموه المنافسو. بعد ده قال ركزوا على مسألة التبرج، قالوا ما دارين حجاب. واحدة قالت أنا ببنطلوني ده لازم أتحرر، طيب أنت متحررة هسا دار تملصي مرة واحدة ولا كيف؟ أنت متحررة في شنو؟ بنطلون لبستي وجكسة في خصيته وسجمت بيه وسجمت بيه لبسته وحبيبي مفلس فلست بيه وطلعت روحه في شنو؟ دارين شنو أنتو تاني؟ أنا دار أفهم، دار أفهم، دارين يلزموا باقي البنات المسلمات العفيفات الطاهرات إنهم يكونوا عاهرات والعياذ بالله، وده ذاته ينافي الحرية، ينافي الحرية نمدع عليها. في بنت دايرة تتحجب، واحدة دايرة تتقفل بكرتونة، كرتونة كرتونة تقفلت بيت طب حرة ولا ما حرة؟ أنا بناقشهم بمنطقهم هم منطق الحرية، حرة ولا ما حرة؟ واحدة دايرة تبقى دولاب بتاع فرمايكا، وقفت كده دقوا لها فرمايكا وخشب موسكي وتيك ومهوغني قفلوها تب حرة ولا ما حرة؟ حرة. ده إذا كان أنتم تدعوا للحرية، لكن أنتم كذابين، أنتم بترفعوا شعار الحرية عشان ما دايرين الإسلام، وتقولوا ما دايرين أي دين، كذابين، أنتم ما دايرين الإسلام، الإسلام، لأن الإسلام يدعو إلى العفة وينهى عن التبرج والرذيلة والزنا. قال تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال تعالى، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات المؤمنين يدنين عليهن، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الرب جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها الطاهرة المبرأة سيدة العفيفات التي برأ الله من فوق سبع سماوات، قالت لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلمهم إياها، قالت فانقلب الواحد منهم
يتلوها على زوجته وعلى ابنته وعلى أمه وعلى أخته. قالت فاختمر النساء، تحجبوا، اتغطى النساء، الواحدة اتغطت كلها مرة واحدة، وخرجنا لا يعرفهن أحد من الغلس. ده للنساء الطاهرات. لما ربنا نزل لهم الحجاب ما قالوا كده دقيقة ولا بعد شوية. وشوف أمهات المؤمنين كان عندهم إيمان وحياء، حياء حياء ليه درجة من الدرجات. وشوف البنات الشيوعيات ديل مملصات الطرح ولابسات لبس يستحي الواحد عن وصفه في التلفزيون، في التلفزيون عرفتها؟ فشوف صح الألباني في سلسلة صحيحة أو في مشكاة المصابيح من رواية عائشة رضي الله عنها قالت لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي ودفن أبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه معه قالت كنت أدخل عليهما في حجرتي وأنا واضعة ثيابي، لأنه جوا البيت يعني تخش الحجرة بتاعتها، أول ما تخش جوا بتضع الثياب في حجرتها، مدفون النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ومدفون أبو بكر الصديق أبوها والاثنين ميتين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. قالت فلما دفن معهما عمر بن الخطاب، مدفون ميت، لما مات ودفن معهما كنت لا أدخل إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. دل أمهات المؤمنين، الواحدة تستحي من الميت. الليلة دي في التلفزيون تقول شوفوا أنا اغتصبوني ولا لابسة طرحة ذات ما لابسة، الطرحة لا تسمن ولا تغني لكن طرحة ذات ما لابسة، تقول شوفوا أنا اغتصبوني، حياة ما في، خجل ما في. بعدين وين المسلمين اللي بيغاروا على أعراضهم؟ البنات دي طلعوا من وين؟ دي مش بنات سودانية؟ لا ما يغيروا عليهم. ده دي مشكلة كبيرة يا أخي، ودي رسالة أنا بديها لجميع أولياء الأمور مني أنا وكلكم، أولياء الأمور كلكم. إنه ابن حجر حكى قصة حصان حيوان بغير. قال ابن حجر وذكر أن حصانا مهرا أدخلت عليه أمه الولدته دخلوا عليه ليطاها فلما يراها ينزوي عنها، لأنه دي أمه ما دار يطاها. قال فأدخلوا رأسه في شيء غطوه بقطعة وشه الحصان وأدخلوا في غرفة مظلمة وأدخلوا عليه أمه فوطاها فلما أزاحوا عنه الغطاء وعلم أنها أمه قال ابن حجر فلوى عنقه وقطع ذكره بأسنانه ورمى به غيره في الحصين. وكذلك في صحيح البخاري أن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله وده من المخضرمين، أسأل أب كسكتة ده قول لي يعني شنو المخضرمين، إن جاوب عليها نحن بنديه جائزة كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. نرجع على الموضوع. طيب فعمر بن ميمون الأودي قال رأيت في زمن الجاهلية، والقصة عند الإمام أحمد وصحيح البخاري، أن قردا كان متوسدا كف قردة أنثى، رادت في كفها كده، فجاء قرد ثاني، قرد ثاني، فصار يشمها فسحبت يدها من تحت كف القرد الأول وذهبت مع القرد الثاني فوطأها، فلما جاءت وأدخلت يدها ثانية تحت كف القرد الأول، الدلوك الراغد ذاك، دخلت يدها تحت كف القرد الأول شمها وعرف ما بها، قرد عرف الحاصل، ده بالبخاري في مسند الإمام أحمد، خلاص، فعرف ما بها، ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فعرف ما بها أو علامة من علاماته سبحانه وتعالى للناس عشان يتعظوا، ده التعبير الصحيح. المهم فعرف ما بها فصرخ وصار يصرخ في الجبال،
حتى اجتمع القردة، القرود كلهم اتلموا، أما الكول اللمام كلهم اتلموا، قال لهم في مصيبة حصلت هنا، مرة تدي الشغل ده في هنا شغل اتغير، فاتلموا كلهم. فلما اجتمعوا صار يومي، والله صار يومي والقرد إليها. يا سير لها كده الجماعة فيهم، قالوا فحفروا حفرتين وأعمقوا لهما في الحفر، فدفنوا القردة والقرد الثاني المجرم ده تاع صاحب قناة شباب بوك ولا توك، دفنوا معه بجاي. قال فرجموهما حتى ماتا، رجموهم بالحجارة القرود، رجموا القرد والقردة دي. عمرو بن ميمون الأودي قال وكنت في من رجم معهما، حيوانات بتغير. والكلام ده زي انت شايفه غريب، جيب ديك عندكم جداد في البيت، هاي جيب ديك ما حقكم، جيب ديك الجيران ودخلوا، طلع ديككم او خلي قاعد، خلي قاعد لانه في فيلم حيصل، ودخل ديك الجيران مع ديككم مع الجداد حق الديك حقكم، بتناطح ولا ما بتناطح؟ والله القوي ياكل الضعيف، ينتف ويخلي لك صوفة صوفة. دي تجد كيف في التلفزيون شيوعية، انا اغتصبوني عاينه، بالله عليك الله دي ما بليده كده، حلال حرام ده موضوع، دي ما بليده.